يسعد صباحك دكتور. هاي ميساء صباحك حلو. يسعد صباحك دكتور أكرم. يعني النزف الرحمي، خلينا هلأ نعرف ما هو النزف الرحمي قبل ما نفوت بالتفاصيل. سيداتي تعالوا نتفق وياكم على الشغله، هو الموضوع النزف الرحمي تماما، بس تعالوا نوسعه شوي انا وياكم ليصير اسمه النزف التناسلي، يعني اي دم بيطلع من مجرى القناة التناسلية عند الأنثى. فلذلك بدي ارجع لسؤالك ميسان، انه هل هو عرض ام مرض؟ ديفينيتلي هو عرض. عرض. يجب ان نبحث عن السبب او المرض يلي ادى لهذا العرض. تمام؟ فاذا نحن لما بتجينا وحده بتقول دكتور انا مريضه وعم بنزف، لا 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 انت هذا عرض بسيط، ندور على مرض في سبب معين ادى لهالشيء، سبب مرضي. فلذلك اذا بدنا نرجع انه باعتبار اتفقنا انه نسميه النزف التناسلي، فاذا هو ممكن يصيب الانثى من لحظه ولادتها للحظه طولة العمر. تمام؟ بمعنى حتى الطفله الصبيه الصغيره اول ما بتخلق اول يوم تكون وليده، اول يومين ثلاثه ممكن يصير عندها نزف نسائي. طبعا هو آمن، هو بسبب بس انخفاض عتبه يعني هرمون الاستروجين عندها اللي كان عم يجيها بكميه كبيره من امها، من الام وهي حامل ببطن وهي موجوده ببطنها. تماما. فلذلك انه كل الشرائح العمريه للانثى ممكن يصير عندها لنزف نسائي. طيب هلا بقى بدنا نرجع نحن اذا بدنا نصنفهم انه الطفلات الصغار يلي ممكن نشوف اكثر شيء عندهم انه هو بسبب نحن الحمد لله ما كتير موجودة ببلادنا، بس بلاد الغير موجودة التعرض والتحرش لهم ممكن نشوف عنا ببلادنا شوي بسبب يعني ما في معرفة بالقصة، انه نشوف مثلا جزء من لعبة صغيرة او شيء بالغلط او بسبب عدم معرفة ممكن يؤدي هذا النزف، لانه بيكون اهلية رضية هون بهي الحالة، وهي مننبه الامهات عليها ينتبهوا لها. طبعا ممكن نشوف بهي المرحلة العمرية كمان بعض الآفات، وهي سبق وكان حكينا أنا وياكم فيها إنه حتى الالتهابات البسيطة النسائية يلي قد تختلط بالالتهابات البولية بشدة عند البنات الصغار إنه ممكن تؤدي بعض الآفات الالتهابية القوية لظهور تمشيح دم خفيف. هلأ نجي بقى للعمر الأكبر، مرحلة البلوغ. هون بقى دخلنا يعني هيك بشكل دقيق بالقصة، انه اولا نحن نقول شو تعريف حادثة الطمس او البلوغ. نحن بنقول انه المعدل الوسطي ببلادنا مثلا انه 12 ل14 سنة. اوكي طيب، انه بيمرق علينا اول سنة لسنتين بنسميها دورة غير منتظمة، يعني لما بنقول دورة معناته في نزف نسائي، بنسميها دورة غير منتظمة. طيب ممكن يصير في عنا بتقلنا الام انه دكتور اجت الدورة اول شهر شهرين ورا بعضهم فارق 40-45 يوم، بعدين غابت 3-4 شهور وردت نزفت، من إلا لا طبعا بعد ما نقوم بالفحص من إلا هي ما نزفت، هي الحقيقة هلأ اجتها دورة جديدة. يعني يجب التفريق بين موضوع النزوفات والدورات الطمسية. هلأ هون الإشكالية موجودة إنه عند الأهل مو شغلتهم يعرفوا، هن شغلتهم توجهوا لعند الطبيب. فلذلك لما بتصير بقى دورة منتظمين وبعد سنة لسنتين بلش تنتظم عندها. هلأ منقول بتعريف بسيط وهذا بده موضوع كتير كبير بعدين، إنه شو هي الدورة الشهرية البيريود يلي منقول عنها وزن رينج يعني ضمن الحد الطبيعي لها، هي اللي بتكون خلينا نقول بين 24 ل 33 يوم. تعالوا نتفق 23-33 نبسطها للقصة. كل دورة بتجي بهالتاريخ هذا بهذا الانتظام هي طبيعية، يلي بتكون لغاية اغلب الاحيان باغلب الحالات بالاحرى هي لغاية 6 ايام اليوم السابع بتنضف، كمان هي طبيعية. بنقول يلي لا تؤدي لنزف اكثر من 50-60 ميلي، يعني هذا النزف يلي خلال كل ايام الدورة الشهرية، لانه فوق 80 ميلي بلش تعمل فقر دم عندها. هون دخلنا بنزف نسائي، لو انه مواصفات منتظمة وعم تجيها مثل ما اتفقنا وعدد الايام، ولكن كمية الدم الكبيرة هون صرنا بقى دخلنا بنزف نسائي، يعني بهالحالة انه ممكن يسبب عندها فقر دم، يجب ان نبحث عن السبب ونرجع نركز للدورة تبعي. بهيك حالة شو بتكون الاسباب؟ هون الاسباب كتيرة، يعني خليني اقول من اسباب مبيضية بغالبها، ومثل ما قلنا المبيض له وظيفة، هو بينتج هرمونات تروح لبطانة الرحم تؤدي لدورة،
ويتلقى هرمونات ليقوم بوظيفته. نعم. الجزء الثاني من وظيفته يطلع بويضة بمنتصف الدورة الشهرية. فلذلك إذا بنرجع هون بنلاحظ أنه أغلب هي الحالات بهذا الوقت هي حالات سببها هرمونال، سبب هرموني المنشأ. إذا بدنا نقول المحور الغدي يلي يؤثر على يعني مؤثر بشدة على عمل المبيضين، إنه هن المبيضين عضوين انتهائيين بالحوض، فلذلك المحور الغدي كله فوقهم يؤثر فيهم. من الغدة يلي موجودة هون اسمها الهايبوتالامس، موجودة بالدماغ، لغدة النخامة يلي هي أساس تقريبا كل عمل الجهاز الإنجابي التناسلي، للغدة الدرقية يلي من أهم الأسباب واللي هلأ كتير عم نأكد عليها، وخاصة ببعض المناطق بسوريا، المناطق الجغرافية مثل منطقة السويدة، جزء مهم من منطقة الساحل وجزء مهم من منطقة الجزيرة. شو سبب المناطق اليود؟ يعني يمكن كلياتنا في اختراع بالنسبة لا اليود السبب انه نقص اليود موجود عندهم بالماء. تمام. فلذلك انه الغدة الدرقية هم تلعب دور كتير كبير ك جزء من الغدة، من محور الغدة. فرط النشاط الغدة أو نقص نشاط الغدة ممكن يؤدي لهذا الاضطرابات أو النزف يلي ممكن نشوفه. طيب نجي نشوف بعدين بقى أسباب تتعلق بسوء وظيفة عمل المبيض وليس بمرض بالمبيض. سوء وظيفة بنلاقي مثلا كيسة كبيرة موجودة عندها للبنت، كيسة كبيرة بتجي بتعملها يا أما بتقطعها الدورة شهرين ثلاثة، يا بتجيب لها مرتين ثلاث مرات دورات بالشهر. فبتلاقي ما بتعرف حالها لا امتى بديت دوره ولا امتى نطفت، ولا يعني بنلاقي طيف الاعراض جدا مختلف. فلذلك هون الطبيب يلي بده يقوم بالتشخيص بهي الحاله. ممكن نلاقي بهي المرحله العمريه بس بشكل اقل الا لما بعد ال 35 40 سنه يلي هو شائع طبعا، وسليم لحسن الحظ وهي خبريه حلوه يلي هي الاورام الليفيه يلي ممكن نشوفها. هلا نقول ليش الاورام الليفيه ما نوعها، هي نعتقد نحن انه ما لها سبب هرموني، ولكن انه نفس الياف العضله الرحميه شكلت دعبوله هيك انه عملت ورم ليفي. بنقول نحن يتداخل الورم الليفي بقلوصيه عضله الرحم، بتقلص عضله الرحم. اذا ما كان الليف له اعراض عادي يضل، يعني ما له اعراض نزف؟ لا اذا ما له اعراض نزف، لانه قد يكون الورم الليفي له اعراض بالانضغاط. هون دخلنا بشيء ثاني، انه كبر الورم الليفي عم يعمل تخمه، عم يعمل انضغاط، عم يعمل هبوط بالرحم، عم يعمل هبوط بالمثانه، فتنا باعراض بوليه، سلس بولي على الجهد بيبدا غالبا اذا عطست عطسه ثقيله او حمله حمل او مثل هلا شويه برد، يا دوب حدا بالتواليت بالبيت ما بتلحق انه يكون في حدا جوا. فلذلك انه يعني هي انهم تجي كرايتيريا فيها يعني كذا قصة لحتى ناخذ القرار. هلا هذا بده علاج ولا ما بده علاج؟ وباي ذا واي انه هو ما في علاج دوائي. تمام. صحيح. ممكن نلاقي بعض الأدوية اللي تسيطر على الأعراض بنسبة ما، ولكن انه علاج دوائي يختلف الليف. لا ما في دواء. حتى لما حكى فتره مؤخرا عن التداخل بالمعالجه عن طريق اطباء الاشعه يلي بيعملوا مثل صمامه بالشريان يلي يغذي الرحم، الحقيقه ما جابت نتائج، لانه الرحم بآليه ربانيه جميله جدا له شريانين كبار بغذوه، بس له ترويه شبكيه هيك جانبيه كثير مهمه مشان اذا قصرت من جهه تعوض من جهه ثانيه، كرمال موضوع الحمل وانه يكون ما يكون في بيبي موجود جوا. نعم دكتور، يعني ايضا بيقولوا المراه الحامل اللي بتتعرض للنزف هي تهديد بالاسقاط، هل هذا الحديث مزبوط ولا لاي حد هو دقيق وعلمي؟ لا هو دقيق وعلمي تماما. يعني ما يعني مو احيانا بيكون سبب النزف شغلات ثانيه بوليه او شيء وبتقوم هي بتختلط عليها الافكار؟ المهم انه نحن تمام، مهم انه نحن لما بصير في عنا نزف لاي حامل نتعامل معه بالشكل التالي. سؤال كثير مهم سالي، بتشكركم انتم فريق الاعداد كثير من كل قلبي. انه نتعامل معه على الشكل التالي، على انه هو تهديد بالاسقاط. التهديد هذا يعني يا بياخذ طريقه بينفذ تهديده، يا اما بيسكت ومنكمل حملنا، يا اما كل فتره بيرد بيهدد بيقروش شوي ومندبره وبيسكت. مثبتات هون بتعطي مفعول؟ الحقيقه هي نحن بنعطيها لسببين، في بعض ابحاث بتقول انه بتفيد، والسبب الثاني هو سوشيال اجتماعي، انه مشان ما يقولوا الدكتور ما اعطاها مسدس. بس بكل بساطه يعني انا بنحكي او في طرق بتبضل. اخرى ممكن تكون اذا كان في تهديد باسقاط عن طريق النزوفات، يعني ممكن ترتاح بيكون يمشي الحال. الراحه المطلقه تقريبا شبه راحه مطلقه،
مع التهدئة النفسية لإلها، تهيئتها لكل الاحتمالات، ما في علاقة بين الزوجين، هي أحد القصص للتهديد بالإسقاط. أما هو في له أسباب تانية أكيد، قد يكون سبب من عنق الرحم، قد يكون سبب من المجرى النهائي من مجرى المهبل، قد يكون سبب بولي، حصات بولية، التهابات بولية شديدة، تخريش بولي، هي بيختلط عليها الموضوع بهالحالة. كان تحديد السبب هو الأهم. خلينا نحكي بالختام عن موضوع النزوفات الرحمية أو النسائية عند الكبار، السيدات الكبار يلي ممكن فجأة بتصير عندهم نزوفات، وهون يمكن هن بفوتوا بحالة خوف جدا شديد. هلا ميسان كثير مهمة هي النقطة نضوي عليها، لأنه هذا رح نعمل إن شاء الله موضوع كامل عنا، هي الشريحة يلي هي نزوف من إلا ما بعد سن اليأس، بعد المينوبوز. هي النزوف، هي النزوف جدا هامة، وقد يكون إلى دلالة خطرة جدا. فلذلك إنه هي يجب الانتباه لها وتدبيرها بشدة. على الأقل جزء من التدبير هو المعرفة يلي أنا وياكم رح نوصلها لمشاهدينا. هلأ يلي هي رح نفترض هلأ عنا سيدة اجت أو بنت اجت لعنا عمرها 45 سنة عفوا 45 سنة قطعتها الدورة الشهرية، بعد سنة سنتين ردت شافت دم، جاء عم تقلنا أنا شفت دم، بس دكتور أنا عرفاني حالي إنه عندي ورم ليفي هو اللي عامل لي هذا النزف. هون هي المعرفة الموصلة، إنه ما نركن بمعنى نطمن بالنا كأطباء إنه لأنه في ورم ليفي سابقاً عملها هذا النزف، لا، يجب بقى البحث بكل دقة، من إيمه مع جنب الورم الليفي نستقصي كل الأسباب، لما منلاقي ما في شيء نرجع منقول هذا السبب والورم الليفي ومريح راسنا من الحكاية ومنعرف بقى ندبرها معالجة دوائية محافظة ولا جراحية. فإذا هي الشريحة الحقيقة موضوع خاص جدا، لازم كان يدير بالك كتير منيح على هذا الموضوع. تماماً. يعني تماماً. دكتور أكرم، مع هالمعلومات اللي حابين نسا ناخذ أكثر معلومات، كونه أيضا في معلومات عطيتنا إياها لأول مرة ببداية حديثنا، إن شاء الله أيضا مشاهدينا يكونوا استفادوا منها والنساء هيك طمنوا وعرفوا شو عم بيصير معهم. نتشكر وجودك معنا ضيفنا الدائم دكتور أكرم الأحمر، إن شاء الله بكون لنا وقفات تانية بمواضيع مهمة مثل هالمواضيع. شرف لي سيدتي، شكرا كثير لك دكتور ولمعلومات يلي قدمت لنا اياها.